لا يتجول هنا أصحاب الجيوب الممتلئة. بدخل محدود يبحث السيد الأخضر عن أضحية عيد مناسبة، وهنا بنقاط بيع الجزائرية للحوم الحمراء فرع لاتراكو ببرتوتا تتم عملية البيع بالتقسيط بالنسبة للموظفين بالاتفاق مع مؤسساتهم. تساعدني بار فاسيليت بور باي كونتون، ما نقدرش، كاين لي زوتر، كاين حوايج دوخا هي الدخله جايه تاع المشيت وكتاباتهم وكشوتهم كدا ومين اوبليجي نيكيليبري ان بو البيجي، نخرج لي 25 لي 20% و بار لا شويت لا ديفيرونس اللي بقات، الفرق اللي بقى نجي نخلصو اون كاتشيك. 4000 رأس غنم متوفرة هنا، ويطرح الفرع 8 عروض. الأسعار تتراوح بين 35000 دينار و 70000 دينار كل وقدرته، كما يوفر الفرع خدمة الاحتفاظ بالأضحية مقابل مبلغ رمزي. كاين 8 عروض، كاين الصغير كامل يبدا ب 35، 3 ملايين و 500، كاين 3 ملايين و 700، كاين 4 ملايين و 300، 5 ملايين و 900 هو الكرون كاباري. دونك المواطن كامل عنده واش هو حاب يشري، كل مواطن اللي عنده سكنات ضيقه يسكن في عمارات وكذا، دونك يخلي الاضحيه ديالو حتى لافي تاع العيد، يكون لهنايا كونترولي يبرجي لو سويفي تاع لي فيتيرينار لي زو تيكنيسيان حتى لافي تاع العيد. سي تان بري سيمبوليك تاع 1000 دينار. هذه الماشيه تتلقى رعايه بيطريه يسهر عليها مختصون، نظام غذائي خاص وعمليه تلقيح مستمره تتم مراعاتها في كل المراحل العمريه للخروف منذ ولادته. عندنا دي زونيتو نيفو ديال الجلفه الغواط، شفت لا دي طلبه تما، وكما على بالك تما في هذوك المناطق لا يعني النظام الغذائي تاعهم لا بريبار يكون يصرحوا برا، يعني ياكلوا في العلف برا، وحنا نزيدوا نعاونوهم ب يعني ماده الشعير ولا النخاله، وحنا نقوموا بعنايه البيطريه يعني تريتمون نيسيسار، وفيها لي فاكسان كيما لا كلافلي لا بريسيلوز ولا يعني كل سنه لازم يكون هذا لو فاكسان، اون بليس ندير الفاكسان تاع لونتيروتوكسيمي اون كا شونجمون داليمونتاسيون. هذا المركز ليس الوحيد، هناك عده فروع عبر الوطن ونقاط بيع متفرقه تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود.